تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لضمان وصول فيديوهاتنا لكم. السلام عليكم، إن شاء الله هذا الفيديو يطلعكم خير وعلى خير ما يخصكم حتى خير، آمين يا رب العالمين. اليوم راح نقدم لكم في هذا الفيديو غاتو كاستيل بالفول السوداني وكريمة الشانتيي. إن شاء الله هذه الوصفة راح تنال إعجابكم. نحتاج في هذه الوصفة 250 غرام زبدة طرية بحرارة الغرفة، كاس سكر غلاسي كبير. نخلطوا السكر مع الزبدة بالباتر، نخلطوا مليح حتى تولي لنا كريمة. نزيدوا عليها صفار 5 حبات بيض على السكر والزبدة ونزيدوا نخلطوا. نستمر في الخلط حتى نتحصلوا على كريمة طرية. نزيدوا عليها ملعقة صغيرة تاع لافاني وكيس تاع خمارة الحلويات فرفارة. نزيدوا على هذه المكونات 300 غرام تاع الكوكاو محمص وملح خشين. كاس كبير نتاع الفارينة ونخلطوا كل المكونات مع بعض. نخلو هذا الخليط على جيه ونضربوا 5 تاع بياض البيض، نضربوه مليح حتى يولي لنا رغوي وابيض. من نخلوش حتى يجمد يولي لنا ثلج، حتى كي تولي لنا الموس يولي لنا الموس رغوي. ونحبسه. نخلطوا البياض البيض مع الخليط الاول، نخلطوه غير بشويه ونبداو من تحت ونطلعوا لفوق حتى ندخلوا كاع هذاك البياض تاع البيض في الخليط ويولينا خليط متجانس ورخاوي. ندهنوا بلا تاع الفول يكون مستطيل بالزبده، ولا ما بغيتيش ديري الزبده ديري ورق الزبده. نحطوا الخليط تاعنا ونسرحوه، سرحوه مليح حتى يكون متساوي في كل الجهات. ندخلوه الفرن يكون مسخن على 180 درجة لمدة 10 دقائق. هاد القاطو يطيب بالخف، ما ياخدش الوقت بزاف باش يطيب. من جهة اخرى ندو كاس تاع بودرة الشانتيي مع كاس حليب بارد، نخلطوهم مع بعض بالباتر، نخلطو مليح حتى يعقد الخليط ويولينا كريمة. بعد ما يطيب الكاطو نخرجوه، نقلعوا الاطراف تاع الكاطو، كالاطراف نحوهم
ونسرحوا كريمة الشانتيي فوق الجاتو. بعد نزيدو خطوط نتاع الصوص الكراميل، صوص كراميل توفيا. من بعد زينتها بهذوك بقايا تاع الكاطو اللي نحيناهم، فتتهم هكا من الفوق. تقدري تزيني بلي فروي اذا كان عندك. شهية طيبة، ونتمنى تجربوا هذه الوصفة وتنال إعجابكم. نقولكم تبقوا على خير في فيديو قادم إن شاء الله. مع السلامة.